وخلال اتصال هاتفي قالت السيدة إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي لهيئة التأمينات الاجتماعية إن الهيئة وضعت دليلا إرشاديا يسهل على أصحاب الشركات الخاصة تسجيل الحسابات البنكية للموظفين البحرينيين في الخدمة الجديدة المتاحة على الموقع الإلكتروني من أجل صرف رواتبهم لمدة 3 أشهر. أطلقت الهيئة خدمة تسجيل رمز الحساب الدولي إلكترونيا لأصحاب العمل لصرف رواتب العاملين لمدة 3 أشهر على موقعها الإلكتروني www.sio.gov.ph. الخدمة هذه الجديدة تتيح لأصحاب العمل تسجيل رمز الحساب الدولي البنكي اللي هو IBAN لدفع رواتب البحرينيين العاملين لمدة 3 أشهر اللي هي أبريل ومايو ويونيو. قامت الهيئة بإطلاق دليل إلكتروني إرشادي يوضح الخطوات التسجيل لصاحب العمل لإدخال رمز الحساب البنكي الآيبان، والتأكد كذلك من عدد الموظفين المسجلين له وأجورهم. بعد الانتهاء من التسجيل سوف ترسل لهم رسائل نصية وبريد إلكتروني لصاحب العمل يفيد بإنهاء عملية التسجيل عشان يتأكد منها. عند صرف الرواتب حسب فاتورة شهر فبراير ستكون حصة الموظف اللي هي 7% مسددة ضمن البرنامج، بما معناه أنه حسب الإجراء اللي كان متبع مع صاحب العمل أن الراتب بالكامل يخصم منه مساهمة الموظف حق التأمين، وبالتالي يصرف له الفرق اللي أو المبلغ المتبقي، فبيكون بنفس الطريقة، فبنخصم 7% بتكون من ضمن البرنامج يعني بتسدد للهيئة على أن يقوم صاحب العمل هو بسداد حصة 12%.